إذن اللي ذكرناه هذه والموجودة أمامنا في السلايدات هذه necessary information ومكونات أساسية لكتابة أي reference، سواء كان المصدر نأخذ منه جورنال أو بوك أو ويب سايت أو كونفرنس ما شابه. غالبا هذه الكومون components أو constructs of any reference. كمان مرة نعيدها، بدنا names of authors، بما يشمل بدي الفاميلي نيم وأول حرف من إيش الاسم الأول زي ما حكينا السوس A. بعدين بدي اسم الجورنال إذا كان جورنال، بدي سنة النشر أو date of publication أو year of publication. إذا كان جورنال لازم أخذ الفوليوم تبعه والإيشو نمبر، فوليوم نمبر إيشو نمبر والبيجز، الصفحة الموجود فيها المقالة أو الموجود فيها المعلومة. إذا كان كتاب قلنا لازم أجيب اسم الكتاب، دار النشر، اسم دار النشر ومكان الموجود في دار النشر وأيضا البيجز. طيب Index Citation، خليني أنا أفرجيكم مثال على Index Citation قبل ما ندخل على الأمثلة كيف نكتبها. في الانتكست سايتيشن انا بلزمني فقط بلزمني اللاست نيم او السير نيم اوف ذا اوثرز وتاريخ النشر. اذا كان كتاب بيلزمني الاضافه الى المعلومتين هذول تاريخ النشر واسماء الكتاب، بيلزمني رقم الصفحه. كمان مره في الانتكست سايتيشن اللي بلزمني فقط لاست نيم اوف اوثرز او اوثرز فاميلي، فقط اسم العائلة. لما أقول أنا الباحث اسمه أيمن السوس، أيمن السوس، في الانتكست سايتيشن فقط أخذ كلمة السوس وأسماء الفاميلي نيم تاع باحثين آخرين وتاريخ النشر. وإذا كان المصدر اللي أخذت منه كتاب بلزمني إضافة إلى ذلك البيج نمبر. بعطيكم مثال أنا على كيف يعني السايتيشن بيكون. لاحظوا هنا هذه مقالة بتحكي على النيرسز في زمن في الكوفيد 19، تمام؟ اسمها The Nurse as Hero: Discourse in the COVID-19 Pandemic Post-Structural Discourse Analysis. الآن اللي أنا بدي أصل له كيف الانتكست سايتيشن بيكون. هذه مثلا هي مقدمة background، بيكتب عن النيرسز وعن COVID-19 وما شابه. لاحظوا اللي باللون الأزرق هذا، شايفينه؟ هذا محطوط أول حاجة بين قوسين، محطوط بين قوسين، يعني أول شيء بيفتح قوس وبيكتب طلع مثلا Wildman and Hewson فاصلة 2009. شو يعني هذا الكلام؟ معنى الكلام أنه هذا الكلام طبعا هو عمل paraphrasing. هذا الكلام المذكور هنا حكى مين بنفس المعنى؟ طبعا هو هذا الكاتب عمل paraphrasing، لكن أخذ المصدر المعلومة هذه اللي كتب فيها من مين أخذها؟ من واحد اسمه وايلدمان، بحث عامله وايلدمان أند هيوسون، بحث عامله نفرين، عامله باحثين في سنة 2009. الآن طريقة الكتابة تحت الـ APA style كالتالي: بنفتح قوس، لما بنعمل فايت في التكست إحنا Intext Citation يعني في النص نفسه، بنفتح قوس وبنكتب اسم الباحث. الآن إذا كان طلعوا، إذا كان مثلا باحث واحد، إذا كان باحث واحد فقط طلعوا هذا، شايفينه؟ هذا إذا كان باحث واحد، هاي بفتح قوس وبكتب اسم العائلة تاعته زي هذا اسمه فوكولت فاصلة سنة النشر المقالة أو البحث أو الكلام اللي كتبه. واضحة ولا مش واضحة؟ إذا كان باحث واحد بفتح قوس بحط اسم العائلة تاعته هيا وفاصلة و1996 اللي هو date of publication. زي ما حكينا أنا في الانتكست سايتيشن بلزمني فقط two informations، إذا كان جورنال وهو اسم الباحث الفاميلي نيم وتاريخ النشر. الآن إذا كان كتاب يضاف إليه كمان حاجة اسمها رقم الصفحة. طيب هذا لو كان باحث، إذا لو كان باحث فوكولت
اي بحط اسمه، بفتح قوس، انتبهوا بفتح قوس، هي عمال بيحكي مثلا هذا since knowledge and power are joined together through discourse، فتح قوس وحط اسم الباحث، اسم العائله تاعته وفاصله وتاريخ النشر. طب لو كان عندي باحثين، لو كان باحثين هاي مثال على ذلك، هاي مثلا هاي حكى كلام، هنا بيحكي كلام على كوفيد 19 ماشي الحال، بدي الان استشهد بالمصدر اللي اخذت منه، بفتح قوس زي ما انتم شايفين وبكتب اسم الباحث الاول، العائله تاعته and واسم الباحث، الفاميلي نيم تاع الباحث الثاني، وبقول بحط فاصله وسبيس و2009 اللي هي تاريخ النشر. طيب لو كان ثلاث باحثين، البحث اللي انا اخذت منه ثلاث باحثين مثلا، هات نشوف ندور نلاقي هن ولا ما نلاقيش، لا ما فيش انا لحد الان ما فيش. طيب لو كان ثلاث باحثين، انتبهوا علي كيف. نفترض احنا نشتغل على هذا الـ هذا الـ هذا الرفعه، هذا السيتيشن. لو كان ثلاث باحثين بقول كالتالي مثلا، ويلدمان فاصله هيوسون and السوس فاصلة 2009. كمان مرة، لو كان باحث واحد بحط اسم العائلة، بفتح قوس بحط اسم العائلة فاصلة سبيس وتاريخ النشر. طب لو كانوا اثنين كانوا اثنين زي هيك بنعمل، بفتح قوس بحط اسم العائلة الأول and اسم العائلة الثانية للبحث الثاني فاصلة سبيس تاريخ النشر. طب لو كانوا ثلاث، المقالة أنا المصدر أخذت منه ثلاث باحثين، ثلاث باحثين بحط كالتالي مثلا، هي والدمان فاصلة هيوسون and الاسم العائلة للبحث الثالث مثلا، مثلا السوس بعدين فاصلة بعدين سبيس 2009. طب لو كانوا ثلاثة فأكثر، لو كانوا ثلاثة مش ثلاثة، أكثر من ثلاثة، احنا قلنا كيف شكل، إذا كان one author، إذا كان two authors كيف نكتبها، إذا كان three authors كيف نكتب. طيب إذا كانوا أربعة خمسة ستة سبعة، يعني أربعة فما فوق أو أكثر من ثلاثة، بنستخدم الصيغة هذه. خليني أفرجيكم إياها، أنا شفتها هنا، هي بنستخدم الصيغة هذه. شوفوا هذا مثلا، هي بيفتح قوس وبيكتب فقط الاسم العائلة للباحث الأول، اسم العائلة للباحث الأول، وبيعمل حق يكتب إت أل معناها وآخرون. فبالتالي إذا كان أكثر من باحث، أكثر من ثلاثة، يعني أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرين، نكتب فقط أول الفاميلي نيم لأول أوثر، وبعدين بنقول إت أل نقطة فاصلة، بعدين نعمل فراغ، بعدين تاريخ النشر. يعني مثلا هذا البحث، هي مثلا بيحكي على معلومة، Horizon in nursing particularly from an American perspective has also been linked to national pride, the fortification of victories in war efforts and dedication to religious healthcare orders. ايش بدي يسأل؟ بدي يسترشد بالمصدر اللي اخذ منه المعلومة هذه، طبعا بعد ما عمل paraphrasing، فتح قوس وحط اول اسم family name لأول author، وحط عمل it all نقطة فاصلة بعدين فراغ بعدين تاريخ النشر سنة 2020. طب ليش حط it all؟ أنا لما بشوف it all معناته حسب الـ APA style، هذا بكون العدد الباحثين في المقالة هذه أو في المصدر اللي أخذ منه المعلومة هذه أكثر من ثلاثة، يعني ممكن يكونوا أربعة، ممكن يكونوا خمسة، ممكن يكونوا ستة. كيف بدي أعرف؟ بروح وين؟ بروح مثلا بروح هي على قائمة المراجع reference list، هي انتبهوا اسمه كيني ات ال 2020، بروح على قائمة المراجع وقلنا موجودة وين؟ في آخر المقالة، آخر إشي المفروض يكون إيش؟ قائمة المراجع، ها طلع بعديها فيش إشي، شايفين؟ بعديها ما في إشي، reference list هي آخر إشي بنكتب. قلنا إحنا اسمه كيني، كيني وين كيني؟ هاي كيني، هيكني هات نعد كم باحث مثلا فيه، هيكني اسم العائله تاعته، ودي اول حرف من اسم الاول تبعه، بعدين في باحث ثاني
اسمه اسمه جراهام. هذا الباحث هذا الباحث طبعا هذا الريفرنس ستايل مش الاي بي اي ستايل للعلم. طبعا هذه مجله تتبع اعتقد نظام شيكاغو ستايل عموما، بس انا حبيت افرجيك هذا البحث في ثلاثه اوثرز. الان عن نظام الاي بي اي ستايل انا ما بكتب زي ما كتب هو، بكتب كيني فاصله جراهام اند سيمونز فاصله 2020، بس هذا بيستخدم ريفرنس ستايل ثاني يعني حاعلمكم عليه ان شاء الله واقول لكم عليه شو هو. تمام، خلينا نرجع الان للمحاضره بتاعتنا. اذا Index citation بيلزمني last names of authors or authors family name. Copyright year اللي هي سنة النشر. Publication date of publication أو year of publication. إذا كان one author زي ما حكينا بفتح قوس، أهم حاجة القوس، لا تنسوا القوس، بفتح القوس وبكتب الفاميلي نيم تبع الكاتب. إذا كان one author مثلا عندنا دراسة أبو حمد فاصلة 2010، الهافي فاصلة 2017 زي ما فرجيتكم. حكيتكم كمان إذا كان two authors بقول مثلا، يعني هنا مثلا لو كان البحث هنا عبارة عن أبو حمد and الهافي بقول كالتالي، إذا كان two authors الآن أبو حمد and الهافي فاصلة 2010، لما اشوف انا هذا الكلام معناته بعرف انه هذا المصدر اللي اخذت منه عنده تو اوثرز، الفاميلي تبعهم ابو حمد اند الهفي. تمام، طيب سؤال ثاني الان. على فرضا انه نفس الباحث كتب، مثلا انا اخذت من نفس الباحث والباحث هذا كتب في مقاله او كتب في كتاب سنه 2010 وسنه 2000 وكتب معلومه اخرى في نشرها في سنة 2004 لنفس الكاتب. انتبهوا، لنفس الكاتب نشر مصدرين أو نشر معلومتين حول نفس الموضوع. مثلا أنا عملي بعمل بحث على patient safety أو nursing quality of care، لقيت هذا الكاتب عامل دراسة ونشر عن الموضوع اللي أنا بدور عليه في سنة 2000 وفي سنة 2004، إذا أنا ماخذ مصدرين أو معلومتين من مصدرين مختلفين لنفس الكاتب. كيف اكتبها هذه في الانتكس سايتيشن؟ كالتالي بكتبها، بكتب بفتح قوس، تنسوش القوس، بحط مثلا اسم العائلة تبع الكاتبها فاصلة تاريخ النشر المعلومة الأولى فاصلة تاريخ النشر المعلومة الثانية. طيب لو كان كاتبين، يعني المعلومة المعلومتين اللي أخذتن أنا من نفس البحث لكاتبين، بقول مثلا نفس سميث اند السوس، هي نفس الدراسه اللي عملها سميث مع السوس. تمام، ونشروا معلومتين حول بيشنت سيفتي، واحده في 2000 واحده في 2004، وانا اخذت المصدرين هذول. طب كيف بعمل السيتيشن؟ بفتح قوس بقول سميث اند السوس فاصله تاريخ نشر المعلومه الاولى فاصله تاريخ نشر المعلومه الثانيه. طيب هذا المثال اللي تحت يوضح انا اللي حكيت لكم اياه. تمام، لو كون تو اوثرز كيف انا اعمل سايتيشن. طيب لو هذول تو اوثرز عندهم مصدر ثاني مثلا نشروه في 2020، عندهم مثلا معلومه هي نفس المعلومه نشروها في 2015 وعملوا معلومه حول نفس الموضوع نشروها 2020 وانا اخذت من الاثنين، بقول نفسي ابو عبيد عند الخالدي فاصل 2015 فاصل 2020. هيك ايش الكلام هذا معناه؟ معناته انه اخذت معلومتين حول نفس الموضوع لنفس الباحثين اللي هم ابو عبيد اند الخالدي اللي نشروا مره في 2015 ومره نشروا في 2020. طيب السؤال الانتكس سايتيشن اكم بحث ممكن يحتوي او اكم مصدر؟ هل فقط مصدر واحد؟ الإجابة لا، الانتكس سايتيشن ممكن يحتوي أكثر من مصدر وحفرجيكم الآن كيف.
شوفوا مثلا هنا، هي هنا ها، طلعوا مثلا the hero discourse was used to distance nursing work from the everyday mundane dirty and gendered caring work. الآن هذا الكلام لقاه موجود في ثلاث مصادر، إذا طلع هي index citation أكم مصدر أخذ. المصدر الأول اللي هو سيسي أو سيشي فاصلة 2004، المصدر الثاني اللي هو بولتون فاصلة 2005، والمصدر الثالث اللي هو لولر 2000 فاصلة 2006. الآن هذول ثلاث مصادر مختلفة لكن بيجمعهم إيش؟ إن إحنا أخذنا منهم معنى معلومة واحدة تقريبا. إذا أنا أخذت معلومة وجدتها في أكثر من مصدر هنا حسب مثلا الاقتباس من ثلاث مصادر مختلفة. إذا الانتكس سيتيشن يحتوي أكثر من سورس، ممكن اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، زي ما بدك أنت. طب أنتم ملاحظين أنتم إيش اللي بفصل كل مصدر عن مصدر؟ انتبهوا طلعوا، يعني مثلا سيسي فاصلة 2004 هذا مصدر، وبولتون 2000 فاصلة 2005 هذا مصدر، شو بفصل بيناتهم؟ الفاصلة المنقوطة، الفاصلة المنقوطة. هاي هنا مثال واضح، مثلا هنا طلعوا فينا ها، هنا هنا أول سطر هنا فوق، أول سطر هان، لاحظوا هاي فتح قوس وحط ديلارد رايت، هذا اسم واحد، هذا اسم العائلة لا 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 لأوثر لكاتب، اسم العائلة تاعته اسمه ديلارد رايت فاصلة 2019 فاصلة منقوطة، عشان يفصل يقول يفصل بين بحث وبين مصدر ومصدر، فاصلة منقوطة. ماكلنتير اتقل، ملاحظين ماكلنتير اتقل، قلنا إذا كان على الأقل يعني أو أكثر من ثلاث باحثين، بحط الصيغة هذه ماكلنتير اتقل نقطة فاصلة 2019 بعدين فاصلة منقوطة بعدين بيجي مصدر آخر جديد هيو ماكلنتير اتقل 2020. تمام. الآن سؤال، لو كان هذا ماكلنتير هو نفسه ماكلنتير هذا، يفترض أنه إيش؟ يفترض إيش؟ كان قادر فقط يكتب ماكلنتير أول شيء اتقل نقطة فاصلة 2019 فاصلة 2020 كان يكفي، لكن أعتقد يبدو أنه مختلفين يعني، ولو أنه الاسم متشابه لكن ربما باحثين مختلفين. إذا هاي شايف، إحنا شايفين separate sources different authors، أنا بعمل اقتباس لأكثر من مصدر لباحثين مختلفين بفصل بيناتهم الفاصلة المنقوطة، ماشي الحال. طبعا ترتيب دير بالكو، الترتيب عادة الباحثين أو المصادر alphabetically، يعني ما بينفع أحط سميث 2009 قبل ساندرز 2008، عشان إيش؟ عشان الترتيب الأبجدي. الاس هنا ساندرز تبدا باس وسميث تبدا باس، فيش مشكله، لكن الحرف الثاني اللي هو اي وهنا الحرف الثاني ام، فبالتالي الاي يسبق الام اولويه، فبالتالي بيجي ساندرز في الاول بعدين سميث. طب مثلا لو قلنا ابو عبيد هذه مثلا موجوده هنا، كيف احطها؟ اعمل سي ابو عبيد تيجي هنا في الاول، كنترول في ابو عبيد في الاول واحط فاصله منقوطه وفاصله. ليش ابو عبيد عند الخالد الاول؟ لانه بتبدا بحرف الاي، الفابيتيكالي هي اولى واحده، هي رقم واحد، بعدين بيجي ساندرز، بعدين بيجي سميث. طب ليش مش سميث اول قبل ساندرز؟ لانه الاي الفابيتيكالي ايش؟ قبل الام. طيب more than two authors، اذا more than two authors نكتب اتقل، يعني هنا برضو هي النظام الجديد في الاي بي اي، اذا كان ثلاثة او اكثر او اذا كان اثنين او اكثر بنحط خلاص اتقل. طيب اذا كان ويب سايت، في الويب سايت لازم نذكر ال اللينك تبع ايش؟ تبع المرجع الخدمة او تبع الويب سايت.
مثلا لو كان موقع ال WHO ايش بنكتب؟ طلع بنكتب بنكتب بنفتح قوس وبنكتب WHO فاصلة 2010، او اذا كان موقع مثلا بتاع International Diabetic Foot حط IDF، او بنكتب الاسم كاملة ونحط الفاصلة و2014. طيب إذا كان في بوك قلنا نفس الشيء، إذا كان بوك بكتب أسماء الباحثين وبحط عنوان الكتاب وسنة سنة النشر والببليشر ومكان مكان دار النشر، ماشي الحال؟ طيب إذا كان جورنال هيك الترتيب، طبعا انتبهوا هيك الترتيب حيكون في الريفرنس ستايل، بنكتب last name of author فاصلة، الآن هذه إلى طريقة معينة انتبهوا، last name تبع الأوثر فاصلة الفيرست انيشيال نقطة، نفتح قوس بنحط السنة، بنسكر القوس بنحط نقطة، بعدين العنوان تاع الارتكل، بعدين title of article title of application، لا هي title of journal، هان أنا title of journal أو name of journal، name of journal إذن كالتالي الترتيب last name فاصلة first initial نقطة، بفتح قوس بحط السنة بسكر القوس بعدين نقطة، title of article name of journal فاصلة volume and page، هانا بيجي بعد الفوليوم ممكن يحطوا الناس، ممكن تلاقي بحطوا issue، ممكن تلاقي بحطوا issue، احيانا بعض الجورنالز فيها احيانا فيش فيها، لكن انتم اعتمدوا مثلا اعتمدوا هيك الان last name first initial year title name of journal volume issue and page، هي مثال على ذلك، هي مثال على ذلك، مثلا طلعوا تايسون هذا اسم العائله فاصله بي اول حرف من 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 الفيرست نيم بحط نقطه اند، الان في بكتبوا اند هيك وفي بكتبوها اند هيك عند هيك، التنين صح، التنين صح، لو كتبت هيك أو كتبت هيك التنين صح، and Gordon فاصلة M نقطة، الآن بعدها بفتح قوس بحط سنة النشر بسكر قوس بحط نقطة، بعدين عنوان المقالة اسمه The Psychology of Women بعدين نقطة، بعدين Journal of the American Psychoanalytic Association هذا اسم المجلة، بعدين بحط فاصلة، بعدين 46 اللي هي الفوليوم، احيانا اذا المجله لها ايشو بنحط كتل، بنفتح قوس بحط بس رقم الايشو، قلنا رقم الايشو يعني كم سنه كم مره بينشر في السنه، في مجلات تنشر 3 مرات في السنه، في 4 مرات في السنه، في 10 مرات، في 12 مره، في 6 مرات، في مره واحده في السنه، هذه بترجع على المجله، اذا 46، واذا كان لها ايشو بفتح قوس بقول مثلا 2 كده، وبحط يا فاصلة أو بحط نقطتين، واللي بعديها اللي هي رقم الصفحة 361 إلى 364. الآن أي واحد بده يستزيد مثلا عجبته المعلومة اللي أخذناها من المصدر هذا من الريفرنس هذا وحب يستزيد ممكن يرجع للريفرنسز هذا وبطول المقالة كاملة ويقرأها. طيب إذا كان نيوز بيبر، إذا كان مش ندق عليها كثير هذه يعني برضو نفس الشيء، لكن أحيانا يعني شوية طريقة الكتابة أو أحيانا بكون مائل وبولد والكلام يعني، حتى في مثال على ذلك يعني، هاي إذا كان من نيوز بيبر مجلة مثلا حط برضو اسم العائلة، اسم العائلة وتاريخ النشر، حتى هنا حاطط الشهر وما شابه، بتحط العنوان بتاع المقالة أو المصدر اللي أخذت منه، وبعدين اسم المجلة، اسم المجازين أو من نيوز بيبر طلع بنحط بخط إتليك، بنكتب إتليك مائل والصفحة اللي موجود فيها. إذا كان من ويب سايت نفس الشيء قلنا، نذكر اسم المؤسسة واسم الناشر تاع الويب سايت، أهم حاجة نتذكر أنه نحط إيش اللي هي اللينك تبع الويب سايت ووقت إيش دخلت عليه، بيقول ريتريف وقتش يعني اكسس في شهر في سنة كذا في شهر كذا وما شابه، انا وقتش دخلت عليه. طيب
هذا هيك يعني مثال تدريبي، مثلا قلت لك بقول لك ابو الكاس مصطفى، مصطفى ابو الكاس doing the research in 2017 in risk about risk factors of cardiovascular disease published in international cardiology journal. طيب الان السيتيشن تبعه، السيتيشن تبعه لو قال لك طلب منك تكتب سيتيشن بناء على المعلومه هذه، تكتب سيتيشن كتبت تفتح قوس وبتحط ابو الكاس، لان ابو الكاس اللي هي اسم العائله، مصطفى هي اسم الاسم الاول المبدئيه في السيتيشن، المبدئيه في السيتيشن بس بالزمني اسم العائله اللي هو ابو الكاس، بحط فاصله وتاريخ النشر، تاريخ النشر 2017، لان الريفرنس كالتالي هي ابو الكاس فاصله ام بالنسبه لمصطفى نقطة بعدين 2017 بين قوسين بعدين عنوان المقالة Risk Factors of Cardiovascular Disease نقطة International Journal International Cardiology Journal هذه اسم الجورنال فاصلة هاي الفوليوم طبعا يبدو ملوش إشو خلص بحط نقطتين وبعدين إيش البيج 187 ل 192 نفس الشيء هذه الآن هذه اللي أعطيتكم إياها يعني هذه أشكال أو فورم للـ APA style مثال على الـ APA style في أشكال أخرى styles أخرى referencing أنا بس للعلم يعني كويس تعرفوها منيح تعرفوها بالاسم يعني لكن أنتم لن تطبقوها لن تطبقوها عندك الهارفارد style الهارفارد style تقريبا هو الreference style نفسه تقريبا هو نفسه الكومبوننت نفسه لكن أحيانا بشقلبات لكن يعني مثلا بدل year يعني في الـ APA style السنة النشر تكتب بعد الأسامي تمام هنا في الهارفارد نفس الشيء تكتب بعد الأسامي لكن أحيانا الجورنال بينكتب إيتاليك أو في بينكتب بولد أو في بينكتب الفوليوم بيكون بولد يعني بولد بيكون يعني الخط مغمق كتير هو بس عبارة عن ستايل لا أكثر ولا أقل لكن نفس الكومبوننت في عندنا فانكوفر نيميريك ستايل شو يعني فانكوفر نيميريك ستايل أنا أقول لكم كالتالي أنتوا لاحظتوا اللي في المثال اللي فرجيتكم اياه في النصوص السيتيشن عباره عن اسماء صح؟ لكن هاي مثلا مثال على سيتيشن هذه من مجله احنا مقال احنا نشرناها شوفوا كيف السيتيشن عباره عن ارقام عباره عن ارقام شايفين كيف؟ عباره عن ارقام في الاي بي اي ستايل يعني مثلا هي بريست في الانترودكشن بريست كانسر از ا ميجر بابليك هيلث بروبلم سبيشالي امونج فيميل ان بوث ديفلوبد اند ديفلوبينج كانتريز فاتح قوس انا طبعا انا مش حد طبعا هذا النظام تبعها غير عن الاي بي اي لكن هذا النظام هو بتفتح زي عارضه وبتحط السيتيشن السيتيشن هنا عباره عن ارقام الان لما يكون السيتيشن عباره عن ارقام انتبهوا لما يكون السيتيشن عباره عن ارقام الريفرنسز في الريفرنس ليست لا تصفط الفابيتيكال ولكن تصفط حسب الرقم إذا احنا تعلمنا في الـ APA style أنه الـ citation بنحط أسامي والـ reference list تصفط alphabetically لكن مثلا في الـ numerical في الـ numerical هيا شايفين الـ citation عبارة عن أرقام هيا وهي مثال تحت الـ references لا تصفط alphabetically لكن تصفط حسب إيش الرقم لاحظين هيا رقم واحد بيبدأ ببنتر رقم اثنين إبراهيم فعليا لو الـ citation عبارة عن أسماء أو سيتيش عبارة عن أسماء إبراهيم بتيجي قبل لا بنتر بتيجي قبل فعلا بس بابورين رقم ثلاثة بتيجي في الأول بابورين اللي هي رقم ثلاثة لو كان السيتيشن أسامي زي ما احنا تعلمنا حسب الـ APA style بابورين بتيجي رقم واحد بعدين بنر بعدين إبراهيم مثلا إذا كان السيتيشن نيميريكال الريفرنس ليست is not listed alphabetically ولكن بايش ارقام numerically ماشي وضحت هذه في عندنا فورم تالي اذا عندنا زي ما قلت لكم هارفارد ستايل فانكوفر نيميريك ستايل في عندنا شيكاغو ستايل يعني لو طلعت عليهم حتلاقوا نفس الكومبوننت لكن اللهم طريقه الكتابه شويه بتختلف يعطيكم الف عافيه وان شاء الله بنعمل حصه تدريبيه يعني على قريبا يعني مع الزوم او بعد الزوم كمان يعطيكم العافية